استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر القضيبية صباح اليوم عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة والمسؤولين بالمملكة. وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ضرورة التمسك بوحدتنا الوطنية والحفاظ على روح الأسرة الواحدة التي تجمع بين أبناء البحرين من أجل الحفاظ على ما تحقق للوطن من إنجازات ومكتسبات في مختلف المجالات. وقال سموه إنه رغم التحديات الراهنة وما تشهده المنطقة من عدم استقرار إلا أن عزيمتنا أقوى ولن يشغلنا أي شيء عن بناء وطننا وتحقيق ما يتطلع إليه شعبنا، وعلينا جميعا أن نتحلى باليقظة والوعي في قراءة ما يجري من حولنا وأن نتقارب ونتعاون في كل ما يسهم في نهضة الوطن ورخائه. وأكد سموه أن مملكة البحرين استطاعت بتكاتف أبنائها وحرصهم على مستقبل وطنهم أن تتجاوز العديد من التحديات السياسية والاقتصادية، وإننا بعون الله لقادرون على أن نحمي الوطن والتصدي لكل يد خبيثة تحاول العبث بأمننا أو أن تؤثر في السلم الأهلي لمجتمع البحرين المتسامح.